العوالق البلاستيكية للمحيطات. إن البلاستيك مادة مثالية من نواحي عدة، فيمكننا أن نجعله قوياً وصلباً بما يكفي لصنع سفن الفضاء وإحلاله محل العظام، أو أن نجعله رقيقاً ومرناً بما يكفي لصنع أكياس التسوق خفيفة الوزن التي تحمل حتى 8 كيلوغرامات. وعلى عكس المواد الأخرى، فإن البلاستيك لا يصدأ ولا يبلى، بل يمكنه البقاء على حاله لقرون حتى عندما لا نحتاجه سوى لبضع ثوان. إننا نصنع أطناناً من البلاستيك لأنه زهيد الثمن ومتين ويمكن التخلص منه، لكن الخواص التي تجعل البلاستيك مفيداً لنا غيرت شكل الحياة في المحيطات، حيث ينتهي المطاف بنحو 10% من مخلفاتنا البلاستيكية، أي ما يقدر بملايين الأطنان سنوياً. لا شك أن قطع البلاستيك كبيرة الحجم تضر بحيوانات بحرية مثل الحيتان وطائر القطرس والسلاحف البحرية، التي تتعرض كلها لخطر أن تعلق ببقاياه أو أن تبتلع قطعاً كبيرة منه. إلا أنه على الرغم من الضجة المثارة بشأن المخلفات الضخمة التي تلوث البحر، فإن معظم قطع البلاستيك الموجودة في المحيط ليست كبيرة الحجم، فأكياس التسوق وزجاجات المياه الغازية التي نتخلص منها تضعفها أشعة الشمس وتتمزق بفعل الرياح والأمواج إلى قطع صغيرة متناثرة من البلاستيك. إلا أنه على المستوى المجهري تظل هذه القطع فائقة المتانة، فالكائنات الدقيقة التي تحلل قطع الخشب المهشمة والطحالب البحرية إلى مركبات عضوية أبسط لا يسهل عليها هضم البلاستيك. فرغم تفتت أجزاء البلاستيك المتناثرة إلى قطع أصغر حجماً، فإنها لا تزول وإنما تنتشر مع مرور الوقت. ولهذا وجدنا جسيمات البلاستيك الدقيقة منتشرة في جميع أنحاء المحيطات تقريباً، من المنطقة القطبية الشمالية إلى المنطقة القطبية الجنوبية، ومن قاع المحيط إلى سطحه. وعلى عكس الآثار التي تسهل ملاحظتها للمخلفات البلاستيكية كبيرة الحجم، فإن آثار جسيمات البلاستيك الدقيقة خفية وأصعب تعقبها تماماً، مثل الفتات البلاستيكية نفسها. يمكن للفتات البلاستيكية المتينة أن تصبح مكاناً جديداً لنمو الكائنات البحرية الدقيقة وتكاثرها، أو تتسبب في اختناق الكائنات الأكبر حجماً التي تظن البلاستيك طعاماً، أو تجتذب المواد الكيميائية السامة وتجمعها ثم تدخلها إلى سلسلة الغذاء إذا ما ابتلعت تلك الجسيمات، وربما تتسبب في عدد ضخم من المشكلات التي لم نلحظها بعد، لأننا لم ننتبه إلى ذلك الكم من جسيمات البلاستيك الدقيقة المتناثرة في المحيطات إلا في الآونة الأخيرة. غير أننا لا يمكننا إنكار الكم الهائل من المخلفات البلاستيكية الذي أدخلناه على النظم البيئية البحرية، وتضمن المتانة الفائقة للبلاستيك أن تظل هذه المشكلة مطروحة وقيد المناقشة لعدة سنوات قادمة. ربما يمكننا تقليل حدوث المزيد من الآثار الضارة بالتحول إلى المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، أو تقليل المواد البلاستيكية التي تلقى في المحيطات، أو تنظيف أجزاء المحيطات التي نالت الحظ الأوفر من المخلفات البلاستيكية. لكن حتى نفعل هذا يبقى السؤال المطروح، هو هل ستكون المحيطات طيعة بالقدر الكافي للتعامل مع هذه المادة المفضلة لدينا؟